كثير من المستشارين يقولوا أن الطلاب ممكن يعانوا من إخفاق في الاختبارات بسبب القلق والتوتر، ومع أنهم بيكونوا متفوقين في دراستهم وطوال السنة بيكونوا مجتهدين وبيذاكروا، لكن وقت ما يجي الاختبار إلا ما يجيهم حالة الرهبة والقلق. طبعا الطالبات والطلاب بيقدروا يعدوا هذه الفترة بأمان، لكن حنعرف كيف. ورحب بضيفتي في الاستديو بالأستاذة آلاء الضاحي. أهلا أستاذة آلاء. أهلا وسهلا فيكي. هذا القلق اللي يجينا وقت الاختبارات ويخلينا ما نعرف نحل، وسبحان الله العقل يصير أبيض، كل المعلومات تطير منه، ليش؟ طيب في البداية راح نتكلم عن قلق الاختبار. القلق بشكل عام هي ردة فعل طبيعية واستجابة طبيعية للجسم، لأنه في مؤثر جاي اللي هو الاختبار، فطبيعي أنا راح أقلق وأخاف. فالقلق جزئين، في جزء حميد في جزء معطل. معطل فالناس يسمونه يعني ميسر ومعطل، وفي أسماء كثيرة لها. بس القلق الحميد إحنا دائما نبغاه يكون موجود عند الطلاب، ونبغاه يكون موجود في حياتنا كلها. إذا كان مو موجود نقول لهم تعالون العيادة النفسية. ليه ما تقلق وليه ما عندكم تقلق إحساس؟ فهذا يعني دليل على مشكلة قاعد يعاني منها الشخص. فالشخص القلق الطبيعي لازم يكون موجود عند أي أحد، حتى لو كان متفوق في دراسته وطول السنة بيجيب علامات كاملة. طبيعي، فهذا ردة فعل طبيعية. المشاعر هذه لازم يحس فيها، لأنه هو متفوق دائما، لأنه هو يبغى يحصل على الأفضل، فطبيعي راح يقلق. متى أنا أجي أقول إن هذه هي مشكلة وهذا قلق اختبار وإحنا لازم نلاقي لها حل؟ لما أسأل نفسي هل هذا القلق قاعد يعطلني؟ هل هو مو قاعد يساعدني؟ هل هو زي ما تفضلتي قبل شوي انه مو قادر يخليني امسك الكتاب كويس؟ فوقتها انا عارف انه انا قاعد اعاني من مشكله. شوفي انا ايام الاختبارات كان يجيني مغص زيكم ترى، عادي مغص، ارمي الكتاب بعيد واناظره من بعيد، عرفتي كذا، ويجيني تانيب ضمير ليه انه انت هناك، عرفتي، اشوف افلام وهو برضه لازم يكون بجنبي بس ما أذاكر. أكيد في عوامل تسبب هالقلق، أبغى أعرف إيش العوامل هذه. طيب اللي أنت قاعد تدوري هو مغص، عدم تركيز. إحنا نقسمها ثلاثة دائما، عوامل نفسية وجسمية طيب وفسيولوجية بشكل أدق، وعوامل التركيز يعني أنا مو قادر أركز، مو قادر يعني أنجز بمعنى أصح، وعوامل جسمية المغص احيانا اكرمكم الله يكون في اسهال، استفراغ، احيانا ارق في النوم. صحيح. عوامل نفسيه الخوف، القلق، التوتر، العصبيه احيانا الزايده، فهذه كلها يعني تعطيني مؤشر ان لا انا قاعده اعاني من مشكله فعليه. فطبعا هنا يجي دور اما الاهل او دور الشخص نفسه. والله ماما ما ودتني اخصائي نفسي. والله الحمد لله خلصتي من جد، ان شاء الله عليك. الحمد لله كويس الحمد لله. شوفي امالي سنتين وخلصت. طيب هي الفكره الاعراض هذه كلها اللي ذكرناها، التوتر والمغص والاضطرابات، طيبه، لكن المصيبه الكبرى لما انا اكون قاعد اقرا والمعلومه مو قاعده تدخل دماغي. صحيح. عدم التركيز هذه كيف نقدر نحلها؟ طيب في البدايه قلنا احنا القلق والتوتر هو اللي قاعد يمنع التركيز عندنا. طيب انا كيف اسير هذه عشان اقدر استقبل المعلومه؟ في نظريه ستيف كوفن يقول انه دائما الانسان عباره عن دائرتين. تمام. دائره التاثير والمؤثر. طيب فانا لما انا اكون خايف من شيء، قلقان من شيء، متوتر من شيء، افكر انه في الاختبار فلازم اركز في الاختبار اكثر من خوف في الاختبار. يعني دائما احنا كيف ححصل؟ كيف حجيب؟ ايش راح اسوي؟ لا تفكر بهذا الموضوع، فكر انا كيف انجز الان. احيانا احنا نقعد نبكي على الاطلال، ليش ما سويت وليش ما فعلت وضع وقتي؟ خلاص انسى اللي فات، والحين انت عندك وقت محدد انجز فيه. طيب بمعنى انا عندي كتاب 100 صفحه وما عندي الا وقت قصير، 100 صفحه متى راح اخلصها؟ انا المفروض اذاكر من قبل. نفسه صح. ايوه لا فكر ال100 صفحه هذه كيف اجزئها، ايش المهم؟ ضيعنا وقتنا وين الملخصات؟ يدوروا لنا ملخصات ويجمعوها صارت الساعه 3 بالليل ولا الساعه 7 يلخصوا بيدهم. صح. انا تثبت معي المعلومه بالكتابه، ما عاد يركزون يعني ضاع وقتهم. بس ابغى اعرف الان بما ان خلاص دخلنا بالاختبارات، ابغاك بس يعني تقولين للطلاب ايش الطريقه المناسبه للمذاكره، ايش الاشياء الاساسيه اللي لازم تكون متوفره. طيب احنا في البدايه مو بس الطلاب، حتى الاهل. نعم. يعني بمعنى عندنا اهالي يجي يقولوا للطالب لازم انت ترفع عن نفسك، لا تحبس نفسك في الغرفه، لا تذاكر. وفي العكس. فاحنا لازم نعرف ان الطلاب كمان نوعين، في نوع قلق طيب مجتهد بزياده، وفي نوع ملول. فالشخص القلق مدام ما اجبره انه يطلع، لا احاول احفزه عاده. التحفيز والتطمين هذا اللي هم معاه، قد مو قد ما انا اقول له اطلع من الغرفه لا تذاكر اطلع معانا. العكس الملول لا اطلعه من جو المذاكره. فانا اعرف ايش طبيعه ابني او بنتي عشان اعرف كيف اتعامل معها. الشيء الثاني الطالب نفسه اهم شيء ودائما ندعي له التخطيط، خطط. جميل. حتى لو كان الوقت قصير لا ما فاتك شيء، ممكن انت الحين تحسن من ادائك. نفس الشيء النوم.
النوم هو دائما احنا الساعه البيولوجيه تصير مضروبه عندنا في ايام الاختبارات، فطبيعي انا ما راح اركز، طبيعي راح يجي قبل الاختبار انا كل شيء ناسيه، مع ان انا متاكد المعلومه كانت في دماغي قبل، فانا راح اعرف انه انا عندي مشكله في النوم، فهي السبب. طبعا الاكل الصحي دائما ندعو له، المشي، الرياضه كمان مره شيء مهم، خاصه الشخص اللي يكون متوتر، فالمشي كثير راح يحفز عنده الادرينالين، يساعده كثير يعني. كمان النصايح يعني ما راح تنتهي أكيد. بس يعني بس في اوقات معينه صحيح اللي اذكره، في اوقات معينه مناسبه للمذاكره هي اللي تركز فيها المعلومه، صحيح؟ ما في شيء اثبت هذا لانه يختلف من طبيعه شخص لشخص، يعني انت مثلا مثل وقت تذاكري فيه والله من بعد الفجر بالضبط، في ناس يقولوا لك بعد الفجر انا اسكر كتابي، فتختلف على حسب طبيعه الشخص. المشكلة إن أتذكر على أيامنا كنا نحطه بالكتب جنبنا، أقوم أقرأ كلمتين وأرجع أخذ لي غفوة عشان أقدر إني أنا أركز، لكن كمان بنعرف إن الحين إحنا في فترة فيها المشتتات كثير، الجوال صاير نوع من أنواع الإدمان، وبرضه من الأشياء اللي الواحد ما يقدر يوقف عنها أيام الاختبارات، إيش نقول لهم؟ كيف يبدأوا يوقفوا عن الجوال عشان يقدروا يدوا وقت ومساحة أكثر لوقت الدراسة؟ أعتبرها محفز لي، أي بمعنى أنا لو اجتزت مثلا هذه الجزئية أنا حكافئ نفسي، تمام، بخليها جزء من المكافأة، ربع ساعة راح أمسك جوالي، 10 دقائق أعرف نفسي، ولازم هي التخطيط هذا جزء من التخطيط، أنه راح أذاكر ساعة وبريك ربع ساعة ساعة، فأحط حتى محفزاتي أنا لنفسي إيش الشيء اللي راح اللي يشجعني في الدراسة. والله حلو. أنا كنت والله كانت كل وقتي محفزات وكل وقتي مكافآت ومحفزات، لكن ما الله تحتدوا فيني وخلصت اختباراتك. خلصت ماما خلصت إيه والله خلصت وارجع ذاكر بعد الفجر. يا سلام. ما هذه هي. طيب كمان من الأشياء، لا تأخذوا على كلامك، لا تأخذوا على كلامك والله العظيم، أنا ما كنت أركز نهائي. كمان كثير من الطلاب والطالبات يقول لك أنا ما أقدر أركز إلا لما أشرب قهوة، مع انه معروف انه القهوه يمكن تاثر شويه على التركيز في تثبيت المعلومه، المعروف انه الجوز واللوز هم اللي يساعدوا اكثر على حفظ المعلومه. القهوه ايش قاعده تسبب لي؟ تخليني غير اسهر بالضبط، فايش قاعده يسوي في النهايه؟ ما راح اركز. صحيح. المنبهات ما راح تساعدك على التركيز قد ما هي راح تشتتك بعدين. لازم تعرف في البدايه انه انا راح اشرب قهوه بس راح يكون ضررها لما اجي احل في اختباري ضررها اكبر. بالضبط. طيب بالنسبه للقلق بشكل عام، هاي نحطه كده انه انا عندي قلق بس هذا القلق نفسي، ايش الاشياء اللي انا اسويها حتى اتخلص منه تماما في هذه الفتره؟ قلق بشكل عام ولا بشكل محدد اللي هو قلق الاختبارات؟ عشان اوصل للقول حق، يعني احنا كمان من انواع القلق اللي تصيبنا مو بس اثناء الاختبارات، حتى في المقابلات الشخصيه وطلب الوظيفه، اي مواقف زي كده الا ما تحسي فيه نفس التوتر ونفس الاعراض، كيف الواحد يقدر يركز؟ انا ليش يعني ايش الشيء اللي انا اقدر اسويه حتى اكون في امان وقت التحدي هذا او الاختبار هذا؟ احنا عندنا زي ارجع اقول لك القلق الطبيعي والعادي احنا ما راح نتكلم عنه، نتكلم عن شيء مرضي. المرحله المرضيه هذه انا ما اقدر اعطي نصيحه عامه لان القلق مختلف زي ما تفضلتي، ويعني فروعه كثيره حتى في علم النفس. فلما اتكلم انت كيف راح تتعامل مع القلق، ممكن انت في عندنا شيء اسمه سلوكيات امان عشان بس اخفض القلق وارتاح فترتها، بس راح يرجع لي اكثر بعدين. تمام. اذا ايش كيف نتصرف؟ فكيف راح اتصرف؟ لازم استشير مختص عاده، لانه ايش نوع القلق؟ ليش قاعد يجيك؟ فهذا القلق هو عباره عن شعور. طب الشعور نابع عن ايش؟ عن فكره معينه. صحيح. فانا لازم اعالج افكاري قبل هذا كله. طب بما انك ذكرتي انه لازم يراجعون مختص، اعتذر للمقاطعه بس عشان تكملين جملتك، انه لازم يراجعون مختص، اكيد جوكي الطلاب بهالحاله، ابغى تذكري لنا بس انه ايش ابرز المواقف اللي مرت عليك او ابرز الطلاب اللي جوكي ويعانون من حاجه معينه؟ انا بشكل عام اتحفظ عن ذكر حالات عندي في العياده لاسباب عده، لكن بشكل عام للاسف الاهالي ما يتذكروا الا قبل الاختبار باسبوع او اسبوعين، يجيبون لنا ابنائهم يلا عالجوهم، احنا ما معنا عصا سحريه عشان ابدا اعالج. طب انا ايش اشوف عليه ولدي من قبل عشان اعرف انه هو ممكن يواجه صعوبه وقت الاختبارات؟ يمكن على فكره احنا ما نبغاك تذكرين الحاله بعينه، احنا نبغاك تذكرين حاله ممكن كنموذج يعني يستفيدوا منه ويعرفوا انه ولدهم في مشكله. اللي انا اللي ذكرته قبل كذا الاعراض الجسميه اللي تظهر على ابني، نفس الشيء الاعراض النفسيه هي اللي راح تعطيني مؤشرات ان ابني في مشكله ما، بمعنى انه لما اشوف وقت الاختبارات مشتت، مو قادر اركز معايا، عصبي، نومه متقطع، الاكل مو تمام، مزاجه مختلف، انا راح اعرف طبيعي انه ابني تغير الحين مزاجه، مو قادر يذاكر، حتى لو جالس قدام اختبار ارجع اسمع له ما كانه حافر، فانا اعرف انه ابني الحين قاعد يعاني من مشكله. أوكي. مو معناته نهايه الدنيا، لا، عندنا ترم ثاني ممكن انا ادارك هذه المشكله. صح. ما اجي اداركها قبل الاختبارات باسبوع يلا تعالوا عالجوا لي ابني، لا، قبلها بمده عشان نعرف كيف ناهل الطفل
انه كيف يعني يكون مؤهب للاختبارات علاج بأدوية؟ مو شرط أدوية أبدا. أوكي. القلق أنواع، نرجع نقول ففي علاج يكون علاج معرفي سلوكي. أيوة هو الفعال معهم عادة عشان يعني. ما يقلقوا الأهل، دائما يقولون لك أنه ما نبغى نودي أولادنا أخصائي نفسي وللأسف. أو دكتور نفسي عشان الأدوية عشان ما يعطيهم أدوية صدق. فهنا نطمنهم يعني للأسف أكثر يعني الأطفال الأهل هم السبب، يكون سلوك مكتسب من الأهل. أيوة. الأب والأم يجوا هم منقلقين وعلى حالة تأهب في البيت والاختبارات كأنه هذه كارثة استنفال. صارت في صحيح. البيت فأنت قاعد يشيلوا الجوالات ويشيلوا التلفزيونات وكأنها على قولك حالة حرب، ما كأنها أيوة. فأنت قاعد تعلم ابنك القلق، قاعد تعلم بنتك التوتر. فأنت السبب في النهاية. حتى المقارنة كمان مو حلوة يا دكتور. أيوة. إنه شوف ابن عمك، شوف ابن خالك، يعني أحس إنه هذه كمان ما تحفز قد ما هي تهد. صح كثير. طبيعي. فأنا لازم أعرف قدرات ابني قبل كذا، قبل أنا أبدأ أقارنه، أو زي ما تفضلت المقارنة أساسا مرفوضة تماما. نصيحة للأمهات بما إنه إحنا خلاص على الاختبارات. نصيحة للأمهات، أول شيء زي ما تفضلتي المقارنة. ثاني شيء لا تعتبري نفسك داخلة، يعني لا تخلي الابن يحس أن نهاية العالم. صح. هذا اختبار ممكن تنجح ممكن ترسب، فلا يعني تعظمي من حجم فشله، أو لا ترهبي من أنه لو فشلت راح يصير لك كذا. فأنت قاعدة تبني القلق. صح. والتوتر عند ابنك. وفي النهاية يعني شيء أبسط من احنا نختار يعني. دائما ماما تقول حاجة، تقول إذا نجحتي لنفسك وإذا فشلتي لنفسك. فأنت روحي أنت وجوالاتك وكتبك وكل شيء. صحيح. فكانت تحسسني بالذنب وأنا بالمسؤولية كمان، مسؤولية مرة كبيرة. فشكرا لك ألا، شكرا لصحيحك اليوم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين باقي فقراتنا، تابعونا.